الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، النهاردة نتكلم بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن مدلول الشعر في المنام، مدلول رؤية الشعر في المنام. أحبابنا الكرام، بداية الأمر كده لازم نتكلم، الشعر في جسد الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول لازم نعرف حكم الشرع في وجود الشعر في جسم الإنسان، وإنه ليه ثلاث أحكام، أو أن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فشعر أنت مأمور بتركه، وشعر أنت مأمور بإزالته، وشعر لك الخيرة في أن تتركه أو أن تزيله. فالشعر الذي أنت مأمور بتركه هو شعر اللحية، وده ورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بصيغة الأمر، والأمر عند علماء الأصول يقتضي الوجوب، والواجب هو أمر من الشارع إلى المكلفين ما لم تكن هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. فكلها أتت بصيغة الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتركوا ارجوا ارخوا وفروا، كلها أتت بصيغة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتبارك تعالى من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. يبقى ربنا سبحانه وتبارك تعالى أفرض نفسه بطاعة، أفرض رسوله بطاعة، وكذلك أفرض نفسه، كذلك قد يعصي العبد ربه سبحانه وتبارك تعالى ويعصي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعر في الجسد الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شعر أنت مأمور بتركه وشعر اللحية، شعر أنت مأمور بإزالته وشعر الإبط والعانة، وكذلك شعر أنت لك الخير في أن تتركه أو أن تزيله، وهو شعر الرأس والبطن والصدر. ولذلك أحبابنا الكرام، لما نيجي نتكلم في تفسير مدلول الشعر في المنام، فالشعر بالنسبة للمرأة، الشعر بالنسبة للمرأة يدل على طول العمر، يدل على الفرح والسرور، يدل على الرزق وكثرة المال، خصوصا لو كان الشعر طويل. في يوم من الأيام أحبابنا الكرام، كنت أعمل في مكان عند رجل يعني ملياردير، وكانت السكرتيرة في هذا المكان رأت رؤية أن شعرها طويل وأنها يعني فرحانة ومسرورة بهذا الشعر. فلما أخبرتني بهذه الرؤية قلت لها أن أنت هيجي لك مال كتير، هيجي لك مبلغ كبير، ولكن في يوم من الأيام أحبابنا الكرام وصلني أنه هو جاء لها مبلغ 100,000 جنيه، وفي الفترة دي كان مبلغ كبير جدا بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فشعر المرأة، إذا المرأة شافت شعرها طويل فهذا يدل على الفرح، يدل على السرور، يدل على البركة في العمر أو طول العمر، وكذلك يدل على الرزق وكثرة المال. ده شعر الرأس بالنسبة للمرأة. طيب بالنسبة للرجال أو تقصير الشعر، ففي قول ربنا عز وجل لقد صدق رسوله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكانت رؤيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فتح مكة وعلى نصر المسلمين وعلى الانتقال من حال إلى أحسن الأحوال، وكذلك رؤية الحلق بالنسبة للرجال، رؤية حلق شعر الرأس بالنسبة للرجال فهي تدل على ذلك، تدل على النصر، تدل على التغيير من حال إلى أحسن الأحوال. كذلك رؤية حلق شعر الرأس تدل على سداد الدين، تدل على سداد الدين. وكما قلنا مرارا، فإن الرأس في المنام تدل على رأس المال، الرأس تدل على رأس المال، ولذلك الشعر يدل في المنام على المال. فقالوا بالنسبة للغني هو غنى، وبالنسبة للفقير
قد يكون أنه معنى أنه يغرق في الدين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، كذلك الأمر أحبابنا الكرام، شعر الحاجبين يدل كذلك على كثرة المال، يدل على كثرة المال. يقول: إذا رأى أحدهم أن شعر حاجبيه قد اقترب من بعض، فقد يكون هذا الرجل محبوب عند الناس، قد يكون هذا الرجل محبوب عند الناس. أما شعر اللحية فهو يدل في المنام على زيادة في الدين، يعني أي حاجة يتعرض اللحية في الرؤية هو رمز للدين. فإذا ما حدث شيء في لحية الرجل في المنام فهو يدل على إذا كانت زيادة في الدين أو نقص في الدين. فقد يرى الرجل أن لحيته طويلة فهو يدل على زيادة في الدين وزيادة في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن رجلا ملتحي رأى في المنام أنه بغير لحية فإنه يقع في أمر، يعني يقع فيه من أعين الناس، أو تسقط مروءته بين الناس، يقع في أمر، هذا الأمر قد يسقط مروءة هذا الرجل بين الناس، يقل يفعل فعلة بين الناس يقل فيها قدره. وإذا رأت المرأة أن لها لحية، فإذا كانت هذه المرأة يعني من اللي هم في سن الإنجاب، فقد يكون هذا يعني بشارة لها بإنجاب مولود ذكر. وإن كانت رأت المرأة، إن لم تكن المرأة يعني ممن في سن الإنجاب، فقد يكون زيادة في دين زوجها، قد يكون زيادة في دين زوجها. وإذا رأت البنت العزباء، إذا رأت أن لها لحية، فقد يدل ذلك على أنها تتزوج من رجل صالح، قد يدل ذلك على أنها تتزوج من رجل صالح. إذا رأت الحامل أن لها شنب أو أن لها لحية، فهذا دليل على أنها ترزق بمولود ذكر. كذلك الأمر أحبابنا الكرام بالنسبة للنساء، الشعر الذي يخرج في أماكن لا ينبت فيها الشعر عند النساء. مثلا امرأة شافت إن هي طلع لها شعر بسيط، مش لحية بقى، طلع لها شعر بسيط في مكان اللحية، أو إن طلع لها شعر بسيط في مكان الشارب، أو خرج لها شعر في صدرها مثلا، في أماكن لا يخرج فيها الشعر عند النساء، فهذا دليل على الهم والغم. وإزالة هذا الشعر تدل على زوال الكرب وعلى زوال الهم. كذلك الأمر رؤية الشيب في المنام. لو أن طفل صغير وقد رأوا له رؤية على أنه له شيب في رأسه، فهذا دليل على طول عمره، على بركة في عمره. كذلك قد يدل الشيب بالنسبة للكبير على، إذا كانت مرأة أو إذا كان رجل كبير، فقد يدل الشيب على أنه هم كثير، والله سبحانه تبارك تعالى أعلى وأعلى. قال تعالى: واشتعل الرأس شيبا. أحبابنا الكرام، كذلك الشيب في رأس الرجل الكبير أو في رأس المرأة قد يدل حسب حاله مع الله، قد يدل على الإيمان، على زيادة الإيمان وعلى النور. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيب نور في رأس المؤمن، فقد يدل ذلك على الإيمان. كذلك الأمر قد يكون الشيب في رأس المؤمن دليل على أنها رسالة من الله، بأنه لا بد أن يستحي من الله. ففي الحديث القدسي: عبدي قد كبر سنك وانحنى ظهرك وابيض شعرك، فاستحي مني
فإني أستحي منك. فقد يكون الشيب في رأس العبد قد يدل على الحياء من الله، أو أنه رسالة من الله له بأنه لا بد أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، كذلك رؤية إزالة شعر الإبط والعانة دليل على إزالة الكرب والهم والتقرب إلى الله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى تكلمنا عن رؤية الشعر في المنام. أحبابنا الكرام، لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له إعجاب، واللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس يختار منها الكل حتى يأتيها أشعار بكل ما هو جديد. إلى مقطع آخر، أسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.